اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده تجمعنا معاكم في برنامجكم بصمه امل، وفي كل حلقه تاخذنا بصمه الامل من مبدع الى مبدع ومن طموح الى طموح ومن صاحب بصمه امل الى صاحب متجدد في هذه البصمه. اليوم حلقتنا بتاخذنا الى الطموح، الى الاراده، الى التحدي، الى بصمه امل متميزه في مجال العلم وايضا في مجال التجاره. اليوم ضيفنا او ضيفكم من المتميزين الذين تحدوا كل أنواع الصعوبات. فقد البصر من أكثر من 30 عام ولكن لم يفقد البصيرة، تحول بعد الإعاقة البصرية إلى إنسان مبدع، إنسان صاحب طاقة كبيرة جدا، فاستطاع في فترة وجيزة من السنوات أن يضع بصمة أمل في مجال العلم ليصل إلى أعلى درجات العلم محققا شهادة الدكتوراه، وهو أيضا باحث قانوني في الأمانة العامة للمجلس البلدي. ضيفي وضيفكم الدكتور خالد سالم الشريف. أسعد الله مساك دكتور ويا هلا وسهلا فيك. أسعد الله مساك أستاذي عبد الكريم. بعد بدء أقول الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ورحب بك وبإصطاف تلفزيون الكويت جميعكم، أهلا وسهلا، ويسعدني هذا اللقاء، ومن دواعي الشرف والسرور أن يلتقي بكم، وأسأل أن أكون ضيفا خفيفا على المشاهدين، ويوفقنا الله لكل خير وبر. اللهم أمين. دكتور أنت جميل وبصمتك جميلة في مجال الأمل، وفتحت أبواب وأبواب من الأمل والطموح للآخرين بلا شك، مو بس من إخوانك ذوي الإعاقة بل أيضا من غير ذوي الإعاقة. دكتور قبل لا نبحر طبعا في عطائك وفي إبداعك وفي تميزك ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا مجهزين لك في بصمة أمل تقرير بسيط نبي نتعرف عليك مع السادة المشاهدين من خلاله، ثم ننطلق إن شاء الله لننهل من نهر الإبداع والعطاء اللي عند حضرتك. الله يحفظك وسالم. مشاهدينا خلنا نطلع الفاصل ونرجع نتواصل إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور خالد سالم الشريف. حرم من نعمة البصر منذ ريعان الشباب، ولكن لم يحرم من نعمة البصيرة. فقد بصره ثم عاد له بعد رحلة علاجية، ثم فقده مرة أخرى، وبعدها بدأت قصة كفاحه وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ضيفنا اليوم الدكتور خالد سالم الشريف. هذا الإنسان الرائع له فلسفته في الحياة ولم ييأس من أي عقبة تواجهه، وربما كانت تلك الإعاقة البصرية انطلاقة لولادة إنسان جديد. وكما ذكرنا فالدكتور خالد كان بصيرا ولم يكمل الدراسة، وبعد رحيل البصر عادت إليه الإرادة التي تصنع المستحيل واكتساب قوة العزيمة من معاناته، حيث أكمل البكالوريوس من جامعة الكويت قسم الشريعة في أصول الفقه، وسافر بعدها إلى لبنان وأخذ الماجستير في الدراسات الإسلامية. أما الدكتوراه فحصل عليها من أرض تونس الخضراء ومن جامعة الزيتون العريقة، وهو أول مكفوف عربي يحصل على هذه الرسالة من خارج تونس. وللمعلومية فإن الدكتور خالد حاز على كرنيه المحاماة دال، وهي أعلى درجة تقاضي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية. ويؤمن ضيفنا بأن الإعاقة في الفكر وليست في الجسد، وقد طبق هذه المقولة على أرض الواقع، واستطاع بالصبر والتحدي أن يصنع من إعاقته نافذة تطل به نحو المستقبل. عودة جديدة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وضيفي وضيفكم اليوم المتميز صاحب بصمة أمل الدكتور خالد سالم الشريف. أبو سالم يسعد مساك مرة ثانية. يسعد مساك أستاذي العزيز. يطول عمرك دكتور. يمكن احنا تعرفنا في مقدمة الحلقة وقلنا الدكتور خالد كان من المبصرين إلى فترة ما قبل الغزو تقريبا عام 90،
إلا أن الدكتور خالد فقد البصر تدريجيا إلى أن من عليك الله سبحانه وتعالى بإعطائك البصيرة بدلا من البصر. نبي ما قبل يعني هذه الإعاقة، قبل الفقد، ماذا كان الدكتور خالد وماذا أصبح بعد هذه الإعاقة؟ أسأل الله الإعانة والتوفيق. أقول بعد بدء إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صح. إن الله لغفور رحيم، سبحان. نعم الله علينا كثيرة، ونعم فقدت النظر، وأنا ما أقول البصر لأني أنا أحب أن أعيش طبيعي، صحيح. ولا يعوقني شيء ولا يعني يمنعني عن يعني التقدم في حياتي، حياتي العملية وتعاملي مع الآخرين. أنا أكون طبيعيا، وأن فقدت النظر لم أفقد البصر ولا البصيرة، صحيح. أنا مبصر بإذن الله في أعين إخواني وأحبابي والذين هم يعني أملي الذي يعني بعد الله سبحانه وتعالى، هم يعني كانوا الساعد لي الأول، وكانوا يعني من الذين يعني دفعوا لي هذا النجاح، وليس بفضلي أنا بل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بإخواني وأحبائي وعائلتي الكريمة. تبارك الرحمن، الله يحفظك ويحفظهم. دكتور خالد، يعني احنا دائما نستخدم المصطلحات التعريفيه كما يقال، يعني لننزل المعاني منازلها، لكن بلا شك تبارك الرحمن انت امتلكت البصر والبصيره والاراده والطموح، لا اله الله عليك. والدليل دكتور، يمكن قبل الاعاقه كان يعني الكل كان يقول لي ان الدكتور خالد ما كان مقبل على الدراسه، ما كانت تستهوي موضوع الدراسة، إلا أن من الإيجابيات بعد التحول إلى عالم الإعاقة أصبح لديه طموح وتحدي، وأكمل مشواره الدراسي تبارك الرحمن من المعهد الديني في الثانوية العامة وصولا إلى الماجستير، طبعا بكالوريوس شريعة، وصولا إلى الماجستير في بيروت، انتهاء بالدكتوراه في تونس. تبارك الرحمن، هذه الرحلة العلمية بلا شك لم تأتي من فراغ. أستاذي عبد الكريم، طبعا أنت تعرف كنت بداية حياتي الشبابية والفتوة على الصغر، صح. كنا مقبلين على الحياة ومحبين للحياة والانطلاقة، صح. وكانت فرص الوظائف أكثر من الفرص الدراسية، نعم. خاصة كانت الكويت الحمد لله زاخرة، ودولة الحمد لله يعني تهيئ لأبنائها كل سبل الراحة، صح. وكانت الوظائف بتناول الجميع، نعم. فكان هدفنا الوظيفة ثم الزواج، وكانت الدراسة يعني ليس شغلنا الشاغل، وكنا مشغفين يعني بالكرة وبالانطلاقة الحياتية الشبابية التي هي بعيدة عن خلينا نقول يعني مقاعد الدراسة كما يقال، لا مبالاة لأمورنا، شنو لأمورنا يعني تعرف أنت سعة العيش ورغد العيش الحمد لله، وكنا نهدف إلى الوظيفة، صحيح. توظفت في بداية حياتي وتزوجت، ما شاء الله. وما كانت الدراسة في بالي لأني كنت يعني كثير يعني الطلعات، ولكن باحترامي وبيعني قدر الأدب ومخاطبتي بالناس يعني لم أكن يعني مشاغبا، ولم أكن يعني عنصرا، بل كنت عنصرا بناء حتى في بداية حياتي وأنا لست مقبل الدراسة، بل كنت يعني بوظيفتي، وتزوجت مبكراً بعد وفاة والدي بأول الثمانينات، تزوجت وشقيت حياتي، وكانت لي جلساتي مع شباب يعني مؤدبين وأخوان، يعني كنا لنا طلعاتنا وروحاتنا، تعرف الشبابية اللي ما يخلى منها شاب في، صح. هذا العمر، عمر الشباب وعمر يعني مقبل على يعني انطلاقة، حياة طبيعية دكتور، ولكن على قولتك ما في يعني ذاك الحافز لإكمال الدراسة. نعم يعني الفرص الكبيرة في الوظائف، لكن بعدها في 89، وكما قلت يعني في البداية أننا فقدت البصر يعني تدريجيا، نعم. وهذه من رحمة ربي، ليست يعني تدريجيا حتى أتأقلم على حياتي، صحيح. ولكن كنت يعني لا أسلم لهذه الظروف القاسية، نعم. كنت يعني مطلعا على الحياة، محبا للحياة، طموحا حتى وأنا يعني لم يكن عندي يعني هدف الدراسي، لكن بال89 عندما كان الفقد الكامل لنظري، هذه صارت النقطة الفارقة في حياتي. هنا بدأ
خالد وتغيره ونظرتي الجادة للحياة. ورب تكون يعني رب أمر يكون لك يعني ضار ولكن يكون يفتح لك في باطن الخير كله. نعم يكون له أفق جديدة. صحيح. وإذا أقلق الله بابا فتح لك أبواب أخرى. صحيح. فكانت لي يعني أمر جديد ولكنه صج بألامه وقسوته إلا فتح لي أفق جديدة. صحيح. فبدت حياتي الآن الجد والاجتهاد وتطلع إلى مواصلة دراستي بعد عناء يعني مثل ما قلت أنا فقدت بصري بـ89. نعم. وسافرت على حسابي الخاص للعلاج في روسيا وأتيت بعد أثر عمليات ونجحت العمليات الحمد لله وبدأت أبصر طريقي. ثم أتى الغزو الغاشم على بلد الكويت من الجار الذي أحسننا إليه ولم يجازينا إلا بالنكران. صحيح. فكانت هذه مأساة لي أخرى. أتيت من روسيا بعد نجاح العملية وعمليتين تقريبا في أشهر التفاصيل. كان ناجحين دكتور يعني لهذاك الوقت؟ هي ناجحين العمليات وردت أبصر الحمد لله وكان يتحسن النظر. صحيح. ثم أتى الغزو يعني رديت من روسيا شهر 7، الغزو صار شهر 8. ثمانية نعم. فصارت الانتكاسة والمضاعفات لي هنا. فهني هم رد الألم والحزن، فقد دولة وفقد بصر لمرة. صحيح. مرة ثانية طبعا فقد الدولة أعلم من بعضهم والله دكتور، لكن فقد الدولة أعظم وأشد وأنكى. صحيح. وهذا الذي ما خلاني أعلى يعني أحس في هول المصاب. أيوة إني فقدت بصر ثاني مرة. صحيح. فهم انتشرت في رحلتي الجديدة العلاجية حيث خرجت من الكويت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ثم البحرين ثم الإمارات ثم إلى روسيا مرة أخرى أثناء الغزو بل أول أسابيع الغزو. وكانت روسيا لإكمال العلاج مرة ثانية يعني. إكمال العلاج مرة ثانية وعلى نفقتي الخاصة أيضا. نعم. لأن الدولة كانت في شغل وكانت في هم أكبر. صحيح. من خالد ومن آلام خالد. صحيح. ولكن أنا يعني في مساعدة الأهل وبعض الأخوان استطعت أني أنتقل إلى روسيا وأجرت عملية أخرى ولكن لم تتكلم بالنجاح لأن تعرف الإعادة ليس كالبداية. أكيد أكيد. وترتب عليها طبعا أكيد أضرار أخرى للعين وهذه النعمة من الله دكتور. دكتور لكن ما استسلمت تبارك الرحمن لهذا الحدث ولم تستسلم لهذا الفقد للنظر بل دخلت حياة جديدة مليئة من الطموح والإرادة والتفوق. أصبحت تبارك الرحمن الأول امتياز في المعهد الديني الثانوية العامة ثم البكالوريوس من كلية الشريعة بامتياز ثم الماجستير بامتياز تبارك الرحمن أيضا في الشريعة من بيروت وصولا إلى الدكتوراه أيضا بامتياز تبارك الرحمن من جامعة الزيتونة في تونس. هذه المرحلة أكيد لها ما لها من خلينا نقول المحطات والوقفات والبصمات أيضا. بتعرف معاك مع السادة المشاهدين على أهم بصمات هذه المرحلة لكن بعد الفاصل دكتور نريحك لأن حديثنا يطول أكيد وما نبي نتعبك معانا. نريحك بالفاصل دكتور. مشاهدين أطلع معاكم فاصل قصير ثم نرجع نكمل حديثنا الشيق مع الدكتور خالد سالم الشريف. عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام أرحب بكل من انضم إلينا لمتابعات هذه الحلقة المتميزة من برنامجكم بصمة أمل وضيفنا المتميز صاحب الإرادة الصلبة والطموح القوي الدكتور خالد سالم الشريف. حياك الله يا دكتور خالد وسعداء والله أننا قاعد ننهل من هذه الإرادة وهذا الطموح اللي عندك. الله حافظك. كذلك سعيد بلقائكم وأنا في العكس أقل من ما تتصور. الله حافظك دكتور. فضل ربي جعلني في هذه الصورة وأسأل الله أن يحسن صورتنا أمام الجميع.
آمين يا رب العالمين. وأنت بإذن الله خير مثال لنا كلنا والله دكتور في هذا المجال بلا شك، الكثير من المجالات. دكتور يمكن قبل الفاصل وقفنا عند نقطة التحدي والطموح وبصمة الأمل الكبيرة اللي وضعتها بالدراسة بعد دخولك إلى يمكن عالم الإعاقة البصرية، فتخرجت ما شاء الله من جامعة الكويت بكالوريوس كلية الشريعة بامتياز، وأيضا الماجستير في الشريعة أخذتها من بيروت بامتياز، ووصولا إلى الدكتوراه في جامعة الزيتونة بتونس أيضا بامتياز، والآن تبارك الرحمن يا دكتور خالد سعداء أنك محامي درجة دال أمام المحكمة، محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وهذه أعلى درجات التقاضي ترى والي عدل دكتور؟ نعم. طبعا استاذ عبد الكريم، لما انا قلت رجعت من العلاج وكان الحمد لله فمن الله علينا الكويت في التحرير، صحيح، ورجعنا الى بلدنا حره ابيه، بدتني مع اني انا كنت يعني في مرحله العلاج، قعدت يمكن 4 سنوات او 5 سنوات كلها مرحله العلاج، تردد بين سفر ورحلات، صحيح، ثم بدات اشق مجال الدراسي، فاجتزت مرحله يعني إلى الجامعة، نعم، البكالوريوس، واخترت كلية الشريعة قسم الأصول الفقه لرغبتي الأولى، نعم، والحمد لله وفقت في هذه الرغبة ودرست في جامعة الكويت منتظما. وبهذا الخصوص أذكر وأشكر أخي الشيخ الدكتور مطلق الجاسر، نعم، هو كان ذراع اليمين وكان عوني في هذه المرحلة، فله مني التحية والشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، صحيح. فبدأت مرحلتي الجامعية واجتزتها ب4 سنوات بامتياز الحمد لله، ووفقت بفضل ربي ومنته الحمد لله. ثم يعني كانت لي مواقف كثيرة بالجامعة ومواقف جميلة يعني، ومن تعاون وبين الأخوة وتكاتف، وكانت يعني ثلة من الدكاترة الذي يعني نهلنا من علمهم، فجزاهم عنا ألف خير، وأسأل الله يكون في ميزان حسناتهم، وما نحن إلا حسنة من هؤلاء الدكاترة والمشايخ. اللهم آمين. دكتور، أهم التحديات اللي واجهتك أكيد يعني شخص خارج من عالم المبصرين وبعد فقد الحبيبتين، أكيد له ظروفه، له احتياجاته الخاصة، له بعض الأمور التي يجب أن تهيئ على مستوى البيئة سواء البنيانية التعليمية. كلمنا عن هالتحديات دكتور الله حفظك. استاذ عبد الكريم، انا فلسفتي بالحياه اني لا يعني اخضع لقيود او اعاقات يعني تمنع الانسان ان يشق حياته اليوميه وبنجاح، صحيح. فهذه كانت الامور، هذه انجلت من فكري ومن خلدي، خلاص انا شقيت طريقي وقبلت التحدي، ولكن الذي يعني هو من مثبت لي أصلي هو أول ركيزة أولى هي اعتمادي وإيماني بالله سبحانه وتعالى، ثم بقدراتي وما تهيئه دولتي الحبيبة من يعني سبل الراحة وسبل الإنسان يعني يكون في فرص تهيئ له الدولة، والحمد لله احنا في عيش في رغد يعني سعيد، وفي عيش الحمد لله يعني الأمور عندنا متوفرة والفرص يعني كبيرة كترة كمان. وكبيرة يعني والإنسان يقدر أن يعوض في أبواب كثيرة، صحيح. فأنا بديت يعني قلت لك لما خلصت البكالوريوس الحمد لله لم أتوقف على هذا الطموح، بل أني هم كنت في هذا الوقت يعني هم يعني كان لي مسكني في عبد الله مبارك، منطقة عبد الله مبارك، بنيت منزلي في قسيمتي، نعم، وسكنت الحمد لله في عبد الله مبارك، وهم انا يعني من يعني زاولت كمال منزلي مع يعني اخوتي وابناء عمومتي الذين هم لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى بمساعدتهم في يعني تعرف امور أكيد. البنيان وامور السكن، وجلسنا في عبد الله مبارك الحمد لله انا واسرتي ما شاء الله، ومع طموحي يعني الذي لا يتوقف التالي بعد البكالوريوس مثل ما يقولون. اي نعم، صح. فكنت اطمح الى الماجستير، تمام، فأممت وجهي الى بيروت الى لبنان، تمام، فدخلت جامعه بيروت في لبنان للماجستير، وهناك انتظمت بالدراسه تقريبا 2006، صحيح. وفي اثناء دراستي
جرت هناك أمور صعبة وأمور يعني خارج نطاق التصور، حيث اندلعت الحرب بين العدو واليهود الإسرائيلي مع لبنان الشقيق. نعم. فكنت أنا أبان هذه الفترة كنت موجود في لبنان مع صاحبي وأصدقاء الدكتور داود العيسى. نعم. وهو كان مرافقي وأخوي حمد الفلاح. نعم. وكنا ندرس هناك الماجستير. صحيح. فحضرنا الحرب مع ويلاتها ومع ظروفها الصعبة. فاندلعت الحرب يوم الأربعاء أذكر، وجلسنا أربعاء وخميس حتى ضرب المطار في بيروت، ولم نستطع أن نرجع إلى الكويت. فعدنا برا يوم السبت، توقفت الدراسة. صحيح. فعدنا يوم السبت من طريق زحلة لبنان إلى المصنع حدود لبنان إلى دمشق، ومن دمشق توجهنا إلى دولة الكويت مع يعني وناس كثيرين. والحرب شغالة دكتور خالد، كانت الحرب يعني كانت شغالة، وكانت يعني الحرب عنيفة يعني. صحيح. كانت المضادات، مضادات الطيران بجانب مسكننا، والطيران أزيزه فوق الرؤوس، والقذائف يعني تملأ ساحات بيروت. سبحان الله. لكن هو الإيمان بالله وأقدار الله سبحانه وتعالى. نعم. وشغف الطموح يا دكتور خالد. نعم. يعني نعم، وتسليمنا احنا لقضاء الله وقدره. صحيح. والحمد لله ان يعني كانت تجربة، ولكن سجنها قاسية، ولكن الحمد لله ان الله سلم ولطف، وهمهم ان الله يعني ريح، او ان مثل ما تقول خرج يعني خرج لبنان اقوى من قبل بما قبل. يستاهلون الحب والسلام، وتحية لكل أشقائنا. أي والله في لبنان. دكتور أنا أبي أنتقل أيضا إلى مرحلة الدكتوراه، وفيها ما فيها هذه المرحلة من التحدي أيضا والمواقف والطموح، ولكن بعد ما نطلع معاك الفاصل نريحك في الفاصل ونرجع نتواصل إن شاء الله للعيش معك في هذه المواقف والذكريات الجميلة دكتور خالد. مشاهدينا بطلع معاكم فاصل قصير وأرجع أتواصل مع ضيفي وضيفكم دكتور خالد سالم الشريف. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم في هذا الإبداع وهذا الطموح وهذا التحدي وهذا الجمال وهذه المراكز والدرجات العلمية التي وصل إليها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بطموحه وجده واجتهاده الدكتور خالد سالم الشريف. أبو سالم يسعد مساك مرة ثانية. يسعد مساك أستاذي عبد الكريم. وصلنا للدكتور أبو سالم. إيه نعم. الدكتوراه كانت من جامعة الزيتونة في تونس، أكيد طبعا لها ما لها هذه المرحلة من التحدي والطموح إلى أن وضع بصمة الدكتور خالد بالدرجة العلمية في الدكتوراه. أكيد أستاذ عبد الكريم، يعني مراحل الدراسة والنجاح يفتح أفق جميل، ويكون يعني الإنسان متوقد أو أنه مطلع إلى المستقبل، وهو يعني شقف على أن يشق طريقه بنجاح، ويكون عنصر يعني بناء لوطنه وينفع أمته. صح. فكان لما انتهت مرحلة الماجستير، والحمد لله هم الناس ما قلت لك أخذتها بجدارة بفضل ربي ومنته وبامتياز، قلت لابد من تكميل، من أن أواصل هذا المشوار وأحصل على شهادة الدكتوراه بإذن الله. فقلت أين أذهب، أي جامعة؟ ففكرت ونظرت الأنسب لي، فتوجهت إلى تونس حيث جامعة الزيتونة العريقة. صحيح. التي هي يعني عمرها قرون، ليس قرن بل قرون. وأنا أقول على جامعة الزيتونة كنا يعني ندرس أنا وحنا بالابتدائي. نعم. وعن هذه وعن عراقة هذه الجامعة الفاضلة التي خرجت علماء، خاصة العلامة الأمة في زماننا محمد الطاهر بن عاشور. نعم. المفسر وصاحب البلاغة والأدب،
رحمه الله. صح. فأنت فذهبت إلى جامعة الزيتونة وهي جامعة حكومية ولا أستطيع أن ألتحق بها إلا أن تسجلني دولتي، يعني من ألتق من 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 الكويت إنها أكون يعني هي تسجل الطلبة. وما شاء الله دكتور أخذت الدكتوراه وأيضا بامتياز تبارك الرحمن. رجعت إلى الكويت لا إله الله محملا أيضا بالطموح والإرادة. ما اكتفيت من موضوع العلم، اتجهت أيضا إلى واقتحمت عالم التجارة ووضعت بصمة أيضا كبيرة وجميلة جدا في مجال كان نوعا ما يعني ما نقول جديد ولكن تميزت أنت فيه اللي هو موضوع معاهد الوجبات الغذائية الصحية لمحبي الرجيم والجسم الصحي كما يقال، ونجحت في هذا المجال. والله أستاذ عبد الكريم أنا يعني كان هدفي يعني قلت لك الدراسة الحمد لله، فلما اجتزت هذه المراحل وبتوفيق ربي وفضله بأحسن الدرجات ويعني وأعود لرسالة الدكتوراه يعني حتى يعني تكون للفائدة. نعم. هي رسالة يعني الأحكام الفقهية المستنبطة من القصص القرآن. الأحكام الفقهية المستنبطة من القصص القرآن. جميل. لأن قصص القرآن تستنبط منها أنت أحكام. ليس الأحكام، تستنبط منها الوعظ. نعم. والسير. صح. أما قصص القرآن تستنبطها من آيات الأحكام. صحيح. فكانت الدراسة جديدة يعني، وكان من سبقني من أخواني في من لهم دراسات سابقة ولكن بغير المخصص الذي أنا كنت فيه، لأن أنا كنت من صورة العنكبوت إلى فصلت. ما هذا جزء أنا كنت، والحمد لله يعني استفدت من هذه الرسالة كثير، وخاصة يعني جامعة الزيتونة كما قلت جامعة عريقة واستفدت من الدكاترة والأساتذة هناك، وأشكر أستاذي ودكتوري الأستاذ الدكتور محمد أبو زغيبة مشرفي وله مني الشكر الجزيل. يستحق. وأسأل الله أن يجزي عني خير الجزاء. يستحق. ثم انتقلت إلى حياتي اليومية أو حياتي خلينا نقول العملية. نعم. ونفس ما قلت إلى التجارة، ولكن ليست التجارة وليدة يعني وقت بعد الدراسة، لا كانت من 2006. ما شاء الله. أستاذ عبد الكريم أنا يعني كان هدفي يعني قلت لك الدراسة الحمد لله، فلما اجتزت هذه المراحل وبتوفيق ربي وفضله بأحسن الدرجات ويعني وأعود لرسالة الدكتوراه يعني حتى يعني تكون للفائدة. نعم. هي رسالة يعني الأحكام الفقهية المستنبطة من القصص القرآن. الأحكام الفقهية المستنبطة من القصص القرآن. جميل. لأن قصص القرآن تستنبط منها أنت أحكام. ليس الأحكام، تستنبط منها الوعظ. نعم. والسير. صح. أما قصص القرآن تستنبطها من آيات الأحكام. صحيح. فكانت الدراسة جديدة يعني، وكان من سبقني من أخواني في من لهم دراسات سابقة ولكن بغير المخصص الذي أنا كنت فيه، لأن أنا كنت من صورة العنكبوت إلى فصلت. هذا جزء أنا كنت، والحمد لله يعني استفدت من هذه الرسالة كثير، وخاصة يعني جامعة الزيتونة كما قلت جامعة عريقة واستفدت من الدكاترة والأساتذة هناك، وأشكر أستاذي ودكتوري الأستاذ الدكتور محمد أبو زغيبة مشرفي وله مني الشكر الجزيل. يستحق. وأسأل الله أن يجزي عني خير الجزاء. يستحق. ثم انتقلت إلى حياتي اليومية أو حياتي خلينا نقول العملية. نعم. ونفس ما قلت إلى التجارة، ولكن ليست التجارة وليدة يعني وقت بعد الدراسة، لا كانت من 2006. ما شاء الله. كانت موجودة موجودة هذا موجود موضوعي أو دراستي أو يعني تجارتي موجودة في من 2006 2007. كنت في أنا وبعض الشركاء أخواني. نعم. كنا في مشروع الدايت اللي هو الوجبات السريعة الوجبات الغذائية الصحية. صحية. صحيح. في وكان لنا شركتنا ريجيم سنتر، ولا أحب أن تكون يعني ليست هذه دعاية للشركة ولكن هذا الشيء هو شيء يذكر. صحيح. إن بدأنا 2006 2007 وكنا من أقدم الناس في هذا المجال. ما شاء الله. ونجحنا نجاح باهر ووفق الله سبحانه وتعالى، ولما زال الموضوع قائم وناجح بإذن الله. بإذن ولنا الله. أفرع ممتدة في الكويت والحمد لله رب العالمين، والتجارة ماشية. وأنا أقول لكل إنسان يعني تعرض إلى
يعني إعاقة أو أي مكلوم أي إنسان يعني أصيب في أمر لا يتوقف عند هذا صحيح المدى صحيح بل ينطلق انطلاقة يعيش حياته مدام في الأمر فسحة وفي العمر متسع انطلق بحياتك ولا 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 تخشى منذ العرش إقلالا كن صحيح أنت منفتح على عصرك ومنفتح على مجتمعك وكن عنصر بناء لبلدك صحيح انفع بما تستطيع صحيح وأنا أقول يعني كان من مثبتات أمري هو الرجوع إلى ديني الحنيف وإلى توكل على الله سبحانه وتعالى ولا يعني الذي أثر فيني كثيرا يعني آيات الله أكيد التي أكيد بالأفق وآياته القرآنية سبحانه ورجوع الحمد ويكفيني يعني عزاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة الله فكان هذا أجمل الحديث يعني سلوالي وما أجمل هذا الجزاء يا دكتور خالد والحمد لله أن وأكون وأسأل الله أن أكون موفقا ومسددا لأكون يعني عنصر بناء وأرد بعض جميل هذا البلد المعطاء كفو الأبي كفو عليك اللهم أمين جزاك الله خير ولا فضفوك على هذا الحوار الجميل اللي أمانة استفدنا منه كلنا يعني أنا أول واحد شخصيا استفدت أمانة ونهلت من حضرتك ومن علمك ومن أدبك ومن خلقك الكثير يا دكتور خالد احنا طبعا حلقة واحدة ما راح تكفينا دكتور لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله إذا الله أعطانا وإياكم والسادة المشاهدين العمر المديد راح تكون ضيفنا إن شاء الله في أجزاء عديدة في هذا البرنامج ونتشرف والله دكتور خالد جزاك الله خير سيد عبد الكريم وأشكر الاستاف ومخرجتنا جزاك الله خير الله وجميع حب الذي حضر ولهم مني الشكر وأسأل الله أن أكون يعني ضيفا خفيفا على المشاهدين جملتنا. وإذا أحسنت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أسأت فمن الشيطان ومن نفسي وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين شكرا شكرا دكتور خالد إذن باسمكم جميعا نشكر هذا العلم وهذا الصرح الجميل أدبا وعلما وخلقا دكتور خالد سالم الشريف وإن شاء الله مثل ما وعدناكم أن في أجزاء قادمة في الأيام القادمة حنتشرف أن يكون دائما باستمرار معنا في برنامجنا بصمة أمل لأن أعطانا اليوم دفعة كبيرة وبصمة كبيرة من الأمل والطموح بلا شك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل هذه البصمة الجميلة من الطموح والأمل حتى نلقاكم في حلقة جديدة قادمة بإذن الله إلى ذلك الحين فريق العمل استودعكم الله إلى اللقاء